احنا معانا على الهاتف دكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للسادة المشاهدين في كل مكان. يعني خلينا نحاول نوضح للمواطن اللي مش عارف الأسعار بتزيد ليه، بيتقالوا انه مصر اقتصاديا في ظل الجائحة ما تأثرتش بالشكل اللي دول العالم بيه تأثرت، وان احنا يعني اقتصادنا في نمو، ولكن هو مش قادر يفهم الأسعار ليه، ومش قادر يفهم ارتباط ده بالتضخم العالمي ولا ارتباطه بان العالم كله متأثر اقتصاديا بسبب ظل جائحة كورونا. خلينا نرجع ورا شوية. عندما أتت جائحة فيروس كورونا في 2020 حدث إغلاق جزئي وكلي لكل اقتصاديات العالم، اللي أثر بالتبعية على توقف جزئي وكلي لكل الإنتاج في على مستوى العالم أجمع، مما أدى إلى نقص المعروض من السلع والخدمات اللي موجودة. وده النهاردة وشفنا، يعني ده بس في المقام الأول. المقام الثاني إن شفنا في دول الاتحاد الأوروبي كانت المتاجر عندهم الأرفف هاوية، وما زالت كل السلع الأساسية والاستراتيجية موجودة في مصر بشكل كامل وبشكل كبير. الوزير كان بيتكلم إن في مخزون حاجات لخمس شهور وحاجات لثلاث شهور وهكذا. بالضبط كده. إنما النهاردة الأثار السلبية المصاحبة لفيروس كورونا والموجة التضخمية التي أحدثتها هذه الموجة فيروس كورونا أثرت على اقتصادات العالم يعني علشان كده قل المخزون الإنتاجي، وبالتالي نقص المعروض، وبالتالي عندنا طلب مرتفع، ارتفع الطلب عليه، وبالتالي ارتفعت أسعار سلع أساسية كثيرة حول العالم أجمع. فبالنهاردة القمح زي ما حضرتك تفضلتي بدلا من 250 دولار للطن أصبح 330 دولار للطن، وكذلك السكر وكذلك سلع أساسية واستراتيجية. النهاردة علشان نقول أن الموجة دي التضخمية، وبالإضافة أن احنا عندنا في نقص في الطاقة على مستوى العالم وفي احتياج ماس للطاقة على مستويات العالم علشان أقدر أن أنا أعيد الإنتاج مرة ثانية والتشغيل مرة ثانية بكل آليات. اللي بيحصل ده بيحصل في العالم أجمع مش في مصر فقط. مصر ما زالت لديها المخزونات الكافية التي تكفي أكثر من خمس شهور وثلاث شهور وست شهور لكل سلع، لبعض من السلع الأساسية والاستراتيجية. إنما النهاردة الأسعار العالمية للمصر، النهاردة بتستورد قمح، مصر النهاردة بتستورد زيت، مصر النهاردة بتستورد سلع أساسية مش موجودة في مصر، هي السلع دي وبالتالي سعرها بتستوردها بسعر أكبر بالزبط. فبالتالي سعرها غالي، هي اللي بتزيد. علشان كده بس بنطمن المواطن المصري أن ما زال الاقتصاد المصري بصير بنهج قويم وبخطة ثابتة نحو تحقيق أفضل مستوى له خلال برغم جائحة فيروس كورونا وبرغم كل يعني التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. إنما النهاردة الدولة قادرة على امتصاص هذه الزيادة وعدم إحداث زيادة يعني جوهرية في أسعار سلع أساسية، بدليل إنشاء البورصات السلعية في محافظات كثيرة في مصر من شأنها الحد من الارتفاعات الخاصة متعلقة بالأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية على هذه المداخلة.